اخو حميد، انا كنزورك اليوم في المقر ديال موقع بادي. اولا مبروك عليك هذا المقر، وكنزورك للموقف النبيله اللي عبرتي عليها في قضيه محمد المديني، خاصه الزياره ديالك للام ديالو والمسائل اللي داوتي، هذا هو سبب الزياره. باش نشكرك اصاله على نفسي ونيابه عن باقي اعضاء هيئه الدفاع اللي ما حضرتش اليوم، فشكرا لك. وهذا ماشي شي حاجه غريبه عليك، معهود جيك انت دائما مناصر للقضايا العادله ومناصر كذلك للمظلومين، وانت راجل رسيم حنا، فكنتمنى من الله يكون واحد التعاون باش نحسوا المسؤولين بالقضيه العادله ديال السي محمد المديني ويترفع عليها الدور. شكرا لك. وقبل مني هذه هي المتواضعه لادارتك، هذا واحد الطابلو ديال كنشكر السي زهراش على هذه الهديه، وكنحييه صراحه ومرحبا به بزاف، وفاجئني صراحه بهذه الخطوه هذه، وهذا زعما تحسب له هذه الخطوه، لانه في اخر المطاف احنا دائما كنا كنناقشوا هذا الاشكال ديال كيفيه تدبير الاختلاف. كنختلفوا انا والسي زهراش، والاختلاف لا يفسد الودي قضيه كما يقال. المشكل ان تختلف مع الانسان يعني انه تكون قطيعه، فالانسان كيجي عندك المقر بحال يدخل دارك، فهذه خطوه انسانيه، خطوه حقوقيه، وكنتاكد بانه تحسب للسي زهراش، لانه ماشي بالضروره نختلفوا نولي الحقد بيناتنا او نتصارعوا، بالعكس حنا مغاربه وكيجمعنا حتى الخدمه كتجمعنا الصحفي والمحامي، نختلفوا مزيان، الاختلاف زوين ويبقى الاختلاف، ولكن من الانسان كيجي لدارك وتسامح فهذا معدن اصيل. وصراحه كنولي ناكد انه فاجئني بهذا السلوك هذا، ويا ريت كاع القلوب تصفى بين الناس، وهذا هو الاصل، هذه هي الحقيقه، لان في اخر المطاف كاين الموت، ومادام كاين الموت خصنا نتصالحوا، هذه الثقافه خصنا نشيعوها بيناتنا، فاحييك بزاف سي زهراش على هذا السلوك هذا. هذا واجب. وخصوص الاستاذ المديمي، هذا واجب درناه، وباقي ان شاء الله السي المديمي وجميع المعتقلين الصحفيين والسياسيين والنشطاء كاملين، فهذه قضيه لن نتخلى عنها، شكرا لكم بزاف وشكرا سي زهراش. احنا غادي نقول اللي كان حميد والمتتبعين القناة ديال الجمهور المغاربة، أنت كتحمل قيم اليسار، أنا كذلك، أنا نقول لك ما كيقول شي عبارة، نقدر نخالفك الرأي، ولكن نبقى نعيش حياتي كلها مدافع عن احترامي وجهة نظرك، الاختلاف لا يسد لي الود قضية، أنا أعرف معدنك الأصيل، وخا كرمتيني الله يسامحك، لكن المسامح كامل.